هنروح مع حضراتكم أيضا لجامعة المنصورة، وحققت جامعة المنصورة أعلى معدل إنجاز وحسم من خلال تلقي الشكاوى للمؤسسات الحكومية، ده من خلال سرعة الاستجابة والتعامل السريع مع الشكاوى. بالتأكيد استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022. لما نيجي نبص على التقرير هنلاقي أن جامعة المنصورة حققت أعلى معدلات في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022، وعددها بنتكلم عن 1493 من الشكاوى بمعدل إنجاز 99%. تفاصيل أكثر مع دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ دعاء، وصباح الخير أستاذ هشام، وكل سنة وحضرتك. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك دكتور شريف. خلينا في البداية كده نتكلم على إيه أنواع الشكاوى اللي بتوجه إلى الجامعة، وكمان إزاي بيتم سرعة الاستجابة بحيث أن إحنا بنتكلم على 99% بيتم إنجازه. إحنا عاملين منظومة الحمد لله منذ عام 2017، منذ إطلاق دولة رئيس الوزراء منظومة الحكومية بناء على توجه من فخامة رئيس الجمهورية منظومة الشكاوى الحكومية. الحقيقه تم تشكيل فريق عمل على مستوى الجامعه بيتم وضع نقطه اتصال بيننا وبين الكليات والقطاع الطبي من خلال الاجهزه الاداريه، من خلال موظفين عندنا في الجامعه، وانا عامل لهم جروب منذ ان توليت مهام رئاسه الجامعه. هذا الجروب بيتم متابعته اول باول، وبالتالي بيتم الانجاز اول باول. احنا كنا 95% حتى يونيو 2022. نعم. الحقيقه انا قلت لهم لازم نصل لاقصى درجه من التميز على مستوى الجامعات المصريه، والحمد لله كانت معظم الشكاوى تتعلق إما بالقطاع التعليمي، يعني طالب عنده مشكلة في القبول أو ما شاكل ذلك، أو عنده تظلم في مشكلة تعليمية، أو إن المشكلة متعلقة بالمجال الطبي. تخيل حضرتك المجال الطبي وصل ل 100%، يعني ما عنديش ولا مشكلة حتى واحد. تم الاستجابة للشكاوى بنسبة 100%. بالضبط بالقطاع الطبي بالذات 100%، وأنا بوجه لهم شكر. وفي استغاثة 130 حالة تم الرد عليها والاستجابة إليها وتم تنفيذها، آخرها الحالة اللي كانت فيها سمنة مفرطة وكانت على نفقة جامعة المنصورة. فالحقيقة الفريق العمل اللي بيشتغل معايا فريق أنا بوجه له الشكر من الجهاز الإداري في الجامعة، وصل نسبة الإنجاز لنسبة 99% بمعدل 1493 شكوى. تم الرد على 1483 شكوى على مستوى عام 2022. يعني دكتور شريف لما نتكلم عن كل هذه الأرقام، إحنا مش بس بنتكلم عن نسبة إنجاز وصلت ل 99% و 100% في بعض القطاعات، لا احنا بنتكلم كمان عن كيفية التعامل مع كل شكوى. وهنا حضرتك ذكرت الفريق، لو تقول لنا الآلية اللي بيتم التعامل بيها مع الشكاوى، مع الأخذ في المراعاة بالتأكيد ظروف الشخص اللي بيقدم الشكوى. هو طبعا لو على المجال الطبي احنا معانا عميد كلية الطب ومعانا مدير المراكز ومدير المستشفيات على الجروب. الشكوى ما بتجيلي لو هي استغاثه بتنزل على الجروب الخاص بالمجموعه، ومعانا الجهاز الاداري من كل نقطه اتصال اللي هو الموظف بيتم التعامل مع الحاله. لو الحاله جاي لي فيها تليفون بيتم الاتصال به او بزاويه لاستقبال الحاله، لو كانت ظروف مثلا عينيه مركزه او جراحه عاجله بيتم دخولها المستشفى فورا دون انتظار اي اجراءات او اي دور او اي تذاكر قطعها، الكلام ده كله بيتم استيفائه بعد ذلك. لو في حاله يعني متعلقه بالقطاع التعليمي بيتم مثبت العميد فورا من خلال الموظف اللي موجود في الكليه لمعالجه الحاله، يعني يرد عليا من الناحيه القانونيه الاجراءات ماشيه سليمه ولا لا، هل يمكن قبول تظلم ولا لا، لو له تظلم وله حق القبول، ويرد عليا بورق رسمي، وبالتالي انا برد على منظومه الشكاوى بمذكرات رسميه اما بالقبول او الرفض اذا كان لا يمكن معالجه الحاله طبقا للقوانين واللوائح المتعلقه بتنظيمات تكون تنظيم الجامعات. طيب دكتور شريف، واحنا بنتكلم على جامعه المنصوره، جامعه المنصوره معروفه ان هي من ضمن الجامعات الهامه جدا اللي بتقدم خدمات طبيه مميزه جدا، خلينا نتكلم على هذا الشق بما اننا تطرقنا بالفعل الى المجال الطبي. هو طبعا جامعة المنصورة الحمد لله حضراتكم أكيد عارفين إن هي قلعة الطب وتعتبر منارة طبية على مستوى الشرق الأوسط. إحنا عندنا الحمد لله مركز الكلى يعني ومركز الجهاز الهضمي، ودي من أكبر المراكز الموجودة في جامعة المنصورة ممكن على مستوى الشرق الأوسط. والحمد لله عندنا طفرة غير عادية ومتميزة بسبب علمائها وأساتذتها المتميزين. نعم، ونقول مرة تانية يا دكتور شريف إن هي من أكبر المراكز على مستوى الشرق الأوسط.
بالظبط، هي من اكبر مراكز الطبيه على مستوى الشرق الاوسط. احنا بيجي لنا من ابناء الدول العربيه ومن جميع دول العالم للتدريب عندنا وللاجراء ابحاث مشتركه، وفي مسابقات بتتم ومشروعات بحثيه. الحقيقه يجب ان نفتخر بهذا القطاع الطبي على مستوى العالم وليس على مستوى الشرق الاوسط فقط. نعم صحيح. احنا كمان بنتكلم عن لما نيجي نتكلم عن القطاع الطبي بنتكلم عن الاستجابه السريعه، وهنا التوقيت بيلعب دور كبير جدا دكتور شريف. لو تكلمنا عن التوقيت اللي بتاخده الشكاوى في يعني التعامل معاه، لو حاله استغاثه لا تتجاوز 24 ساعه، لان الاستغاثه لها ظروفها الخاصه، وهم 130 حاله تم الاستجابه لهم على مدار ال 24 ساعه. انما لو حاله طبيه عاديه بيتم الاستغاثه لها الاستجابه لها وتنفيذها خلال ما لا يتجاوز 3 أو 4 أيام على الاكثر. فبيتم تقدير الحاله من الطبيب وبيتم استقبالها وبيتم التعامل فوري. يعني انا اقصد اقول ان التعامل بيكون فوري، انما بمجرد وصولها بيتم الاستجابه لها على مدار اليوم يعني. صحيح دكتور شريف، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا على وجودك معانا في هذا الصباح.